الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. خمسة وعشرين حاوي اليوم موزعنا في الحي حي البساتين منطقة السقوية، تقريبا في كل باساج عملنا حاوية كي يخرج المواطن ينجم يهز الساشي بيديه ساشي الكوبيل متاعه ويتعدى ويهبطها في الكوبيل هذي. السعة متاعها 770 لتر عدد 25، وهكا تو هنا حطينا الحاوية هذي ميتاليك، كوبيل ميتاليك الحاوية الحديدية هذه، سعة 770 لتر في المنتزه. وكذلك مش يقع توزيع حاويات على المؤسسات التربوية، وإحنا عنا قبل في المعهد الثانوي والمسجد الإعدادية هزينا حاويات، عنا المدارس الريفية مش كذلك مش يقع تمكينها من حاويات، وإن شاء الله نحاول نحسنوا الخدمات في الأرياف باش ما عادش يلوح الساشيات والفضلات في النفايض وفي الوديان، ويتعدى يلقى كوبالة يتعدى يحط كوبالة الكوبالة بتاعه ويحط الفضلات يحطها في الكوبالة مش يقع على الطريق. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.